انت ناوي تبيع له ارض البلد كلها يا برهام؟ حربي تجنيت اياك. اسمي جناب العمده. المجامات محفوظه، معلش زلت انسان، بس برضك كتير جو انك تبيع له ارض البلد دي كلها. ايه يا اخي، هي ارضك ولا ارض ابوك؟ دي ارضي، اعمل فيها كيف ما يحلالي. انا ما تشغل مخك امال. هذين الارض دي ما جتش تلزمني، ولا هي ولا البلد ولا كل اللي فيها. وبعدين هو مش انت يا حربي قلت لي ان عامر بده يبقى العمده؟ ماشي، انا هسيبه يتهنى بيها. شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة.